اعطيني ربع ساعة وراح اشرح لك شلون تحصلين الجسم المثالي اللي ببالك. وياي السلام عليكم بنات فرقة وياكم AKA سكوربيون. واليوم عندي موضوع وياكم صار لي هواية ما مسوي لكم فيديو مخصص لكم. انا دائما اقول انه فيديوهات هي البنات والولد، لكن نوباتنا احب اسوي فيديو بس لكم. قبل 4 أيام نزلت سؤال على انستغرام وقلت اريد اسوي فيديو لكم شنو الموضوع اللي تريدونه. اغلبيتكم قالوا انه احنا نريد شلون نحصل الجسم المثالي، شلون نحصل الجسم الكيرفي اللطيف، الجسم الانثوي. فاليوم انا هنا حتى اشرح لكم كل شيء، فكافي خلينا نطب الفيديو. اول شغله تحتاجين تسويها هو تخلين هدف ببالك، هدف انه جسمك شلون تريدي يصير. ممكن هذا الهدف يكون فد جسم بنيه معينه، صوره لبنيه معينه انت تحبين جسمها، او ممكن يكون فد رؤيه ببالك الجسمك انت شلون تريدي يكون بالمستقبل. ورا ما سويتي هذا الهدف اللي راح تسويه راح تبعين على نفسك بالمرايه، ممكن تطلقين صور لروحك حتى تقارنين بين الاثنين. عاد من اخذتي الصوره لجسمك اللي راح تسويه راح تبعين نقاط الضعف اللي موجوده عندك، شنو هي الشغلات اللي تحتاجين تسويها حتى توصلين لهذا الجسم. ممكن يكون انه عندي دهون بجسمي احتاج اقللها، ممكن يكون انه خلينا نقول جسمي الاسفل ضعيف اريد اكبره، جسمي الاعلى ضعيف اريد اكبره. اهم شيء انه تعرفين نقاط الضعف الموجوده عندك واللي راح تحتاج شغل من عندك. هاي اول خطوه. نجعل من حددتي نقاط الضعف بجسمك اعرفي كم شغله. الشغلات الزايده اللي بجسمك اللي تريديها تضعف هذه دهون راح تروح من تقللين نسبه الدهون بجسمك. اما الشغلات اللي تريديها تكبر والشغلات اللي تشوفيها انه تحتاج شويه سمن، هاي راح تجي بالعضلات. من تبنين عضلات بجسمك راح تكبر هذه المنطقه وبالتالي تتساوي. نجعل هسه تحتاجين تعرفين 3 شغلات او 3 ادوات هي اللي راح تستعملين حتى توصلين لجسمك المثالي. هذه 3 شغلات هي الغذاء والكارديو اللي هي تمارين رشاقه مثل الركض والسباحه الحبل ما اعرف شنو، والتمرين بشكل عام اللي هو تمارين المقاومة، التمارين الاعتيادية اللي تسويها. فرح نجي نشرح الوحدة واحدة وراح نبدي بأول شغلة واللي هي التمرين. التمرين راح تتمرنين سواء كان عندك دهون او ما عندك دهون، سواء كنت تضعفين نفسك او ما تضعفين نفسك تحتاجين تتمرنين. ليش؟ حتى تبنين عضل. الانحناءات الانثويه هاي راح تيجي بالعضلات ما راح تيجي بالدهون. ولا تخافين ابد التمرين ما يسوي شكل جسمك رجولي، وانا شارحها فيديوهات قديمه. يعني ما عندك الهرمون الكافي بجسمك حتى تبنين عضلات. احنا ولد واللي عندنا الهرمونات المسؤوله عن بناء العضلات مثل التستوستيرون والجروث هرمون كلها اكثر من عندكم انتم البنات، واحنا اوريدي الموضوع علينا صعب. لا تخافين الموضوع راح يطول سنين من عندك وما يصير شكل جسمك رجولي. فتمرني اذا كان البنات اقولهم بالعكس لا تخافون تمرنوا ايش قد ما عندكم اتمرنوا، لا تخافين ابد من انه يصير شكل جسمك رجولي. شغله ثانيه هي الكارديو. الكارديو راح تهتمين به هوايه اذا كانت عندك نسبه الدهون بجسمك عاليه، لانه هو صرف عالي جهد عالي راح يحرق سعراته هوايه وبالتالي يساعدك انه ويا الغذاء راح تقللين نسبه الدهون بجسمك. اما اذا انت كنت تريدين تضخمين فتعتمد الكارديو هم مفيد للياقه، تقوي لك القلب، يقوي لك النفس مالتك، فتقدرين انه تتمرني، لكن اهتمامك به ما راح يكون مثل بنيه عندها نسبه الدهون هوايه بجسمها. شغله ثالثه هي الغذاء. الغذاء كلش مهم كلش مهم، لان يعني هو اللي راح يسيطر على وزنك. الغذاء هو المسؤول عن الوزن. تريدين تزيدين الوزن مالتك راح تاكلين اكثر من اللي تحتاجين، تريدين تقللين الوزن مالتك راح تاكلين اقل من اللي تحتاجين. فسواء كنتي عندك نسبه دهون بجسمك سواء كانت ما عندك نسبه دهون بجسمك، اهم شيء الغذاء انه انت تكوني مهتمه به. لحد هسه كل شيء تمام، بسيطه الامور ما معقديها. تمام، الشغله اللي راح تسويها هالساعات هي تقسمين ايام الاسبوع. شلون اقسم التمرين مالتي؟ كم يوم اتمرن بالاسبوع؟ ايش قد المده؟ هذا كله تعتمد على حياتك. شوفي انت ايش قد تقدرين تنطين كم يوم بالاسبوع التمرين مالتك. ماكو شيء احسن من شيء، لكن بشكل عام اللي اقول انا هو اقل شيء 3 ايام، اكثر شيء 6 ايام. تحتاجين ترتاحين، واي شيء اقل من 3 ايام يعني ما راح ينتج ذيك الفائده، احسن من ماكو شيء، لكن 3 ايام يكون تمام. اذا تعرفين عد انه يا عضله اتمرن ما اعرف شنو كليتها، هاي عندي انا يعني فيديو لها هنا اخليك اياه، اسمه كل شيء تحتاجين تعرفين، ما اتذكر اسمه بالضبط، بس مو من جزئين شارح لك انه شلون تقسميهن، شنو التمارين تخليها يا عضله تمرنين، يعني كل شيء تحتاجين تعرفين. خلصنا هذه الخطوه، عاد هسه انت قسمتي ايامك وراح تبدين تتمرنين. نجي من ناحيه التمرين، اتمرن بيت لو اتمرن جيم.
ما يهم، اهم شيء انه انت تتمرني. الجيم راح مجرد يسهلك الموضوع، ما راح يسرع، ماكو في شيء يسرع بناء العضل، ما راح يسرع الموضوع، لكن مجرد انه ادوات اكثر، اوزان اكو اجهزه، بس مجرد راح يسهل الموضوع. فمو معناته انه هو راح يسرع نمو العضله، لا، مجرد انه عنده ينطيش خيارات اكثر. فهذا الشيء تقدر تسويه بالبيت، اوزان لو مو اوزان ما يهم، تقدر تستعمل وزن جسمك. وزن جسمك كم من مقاومه؟ ايش قال اقل شيء وزن جسمك؟ خلينا نقول 40، اقل شيء 40 كيلو، مو قليله. نجي ايش قد المده اتمرنها؟ نص ساعه اقل شيء، اكثر شيء بالزايد اذا تمرينك انت متقدمه وخبار ساعه ونص بالزايد. هذه نصيحتي ليش فيما يخص وقت التمرين. شو وقت اتمرن؟ صبح لو ليل ما يهم، شوفي وقت الفراغ عندك، قسم يفضل يتمرن صبح، قسم يفضل يتمرن بالليل. وهذا فيما يخص التمرين. تمام لهذا هسه؟ تمام، نكمل. لو ما نكمل نكمل شغله ثانيه هي الكارديو. الكارديو هو اي تمرين راح يخلي دقات قلبك تكون اسرع، اي شيء راح يزيد النبض عندك، ممكن يكون حبل، ممكن يكون ركض، ممكن يكون سباحه، ممكن يكون درج، اي شيء. اهم شيء انه يزيد دقات قلبك، لانه هذا هو اللي راح يخليك تصرفين سعرات اكثر. بعده كافي؟ بعده مو كافي، تضطرين انه تخليه ويا الغذامات، شو بس مجرد راح يساعدك. عرفي بانه هاي الثلاث شغلات اللي حكيناها لازم تكون ثلاثه تنسوها حتى تقدرين توصلين النتيجه اللي تريديها. فاذا تريدين تعرفين عن الكارديو اكثر، هذا الفيديو موجود عندي اسمه موال كارديو، راح اشوف فيه حتى تفهمي اكثر. الشغله الثالثه عاد هي الغذاء. الحلو بيكم انتم البنات، من الاسئله اللي اشوفها يعني البنات اللي يحكون وياي، ما عندكم مشكله تلتزمون حتى برجيم قاسي، احسن من الولد بهذا الموضوع. الولد شوي زاغلون، بينما البنات ما عندها مشكله انه من تقفل على فد شيء خلاص تسوي، ما داكو يكون راح يسوي رجيم قاسي. بالعكس، هذا هو النقطة اللي اريد احكي وياكم بها، انه لا تسوين فد رجيم قاسي حتى تضعفين. مو شرط انه تحرمين نفسك وتجوعين، حتى تضعفين تحتاجين تقللين شوية شوية من الغذاء، مو تروحين تقطعين كل شيء. الدايت اذا كان حرمان، هذا مو دايت، هذا حرمان. تقول لي شنو المشكلة، انا اريد نتائج اسرع وما اعرف شنو، لا تسرعين الموضوع. شنو المشكلة؟ المشكلة انه صحتك راح تعاني، وجهك راح يضعف، وجهك راح يتبدل بيني عبالك مريضة، تعبانة 24 ساعة، شعرك احتمال يوقع وانت بنية، بشرتك راح تتعب، احسن عند الجلد متراحل وتنزل، وبالتالي بعدين صار لك مشكلة لازم تسوي عملية قص جلد. هواية 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 امور تجيش بسبب انه انت راح تزايد بالدايت. عدا هذا، بالبداية راح تضعفين، بعدين يوقف. ليش؟ لانه جسمك تعود على الموضوع. فابد لا تروحين على دايت قاسي. عندك خيارين، يا اما تباعين على أكلج بشكل عام طوال اليوم وتشوفين شنو شغلات تقدرين تنظفيها، مثلا نستلة، شوكولاتة، جبس منانة حلويات، ما أعرف شنو، حاولي تنظف فيها ايش قد ما تقدرين. اعتمدي على المصادر الطبيعية أكثر. أنا ما أحب أقول دايت صحي، لأنه العالم تروح قبل تفكر بيض مسلوق الصبح، صدر دجاج مسلوق الظهر، وبالليل هو زلاطة وفواكه، هذا مو دايت، هذا هو الحرمان اللي قلت عليه. إذا أنت كنتي إنه قبل لا تتمرين أجي عليك أقول لي شنو اليوم مسوي عشاء، أقول لك والله اليوم مسوين زلاطة على العشاء، ما تشيلين زلاطة وتضرب بها براسي وهي هم وجبة، ما يصير تعتمدين على زلاطة كوجبة. فلذلك أقول لك خلي الدايت مالتك يكون بس مجرد أقل من اللي تحتاجي، مو فشي حرمان. خيار ثاني اللي عندك إنه ممكن تبدين تحسبين سعراتك، هذا يكون شوي معقد أكثر، لكن أشوف هواي بنات إنه ما عاد المشكلة يحسبن سعراتك. فيديو عندي موجود اسمه شلون تحسب غذائك، روحي شوفي. ادري صار الفيديو طويل، لكن شعدنا ما دامنا نتعلم متونسين خلينا نكمل. نجحت هسه راح اشرح لك ثلاث شغلات اللي هي مكونات مال غذاء حتى تفهمين الغذاء اكثر. عندي ثلاث شغلات اساسيات، من اقول اساسيات يعني جسمك يحتاجها حتى يعيش، يعني اذا ما دخلتي واحده من هذني راح يصير لك مشكله كبيره واحتمال موتين. اوكي، هاي ثلاث شغلات هي بروتين، كارب اللي هي كربوهيدرات او النشويات، والدهون. تمام، ثلاث شغلات موجودات بالغذاء تحتاجيها اساسيات. ما راح احكي عن فيتامينات والمعادن، هذني من علاقه بين حاليا. اول شغله هي البروتين. البروتين يجي من دجاج، لحم، سمك، بيض، حليب، يجي من بقوليات منك، انه بروتين نباتي. البروتين يفيد الجسم انه يبني بيه عضلات، يبني بيه انسجه بشكل عام، طابوق مال الجسم، يبني بيه شعر، اظافر، ما اعرف شنو، طابوك مال جسم، جسم يبني بيه كل شيء. فلذلك تحتاجين تدخلي. شايف انه تسمعين انه لازم اخذ اني بروتين كمكمل هاي الدبه، لا مو شرط، انت تجيج من الغذاء، اذا ما كفات الغذاء تروحين تاخذين مكمل. هذا مكمل يسرع ليش نمو العضلات؟ لا ما يسرع. هذا كل ما في خص البروتين. شغله ثانيه وهي الكارب. الكربوهيدرات مالتك النشويات. النشويات تجيج مثلا تمن، شوفان، البوتيتا، البقوليات، كل هاي الامور النشويات الجسم يحتاجها كمصدر طاقه للجسم. عند السياره وهاي البنزين مال سياره مالتك. الكربوهيدرات هي والدهون راح تكون مسؤولة عن زيادة وزن. كربوهيدرات شعلة من اللي تحتاجي
راح تسمنين أقل من يحتاجي راح تضعفين. شغلة ثالثة هي الدهون. الدهون همينها تكون مسؤولة عن كطاقة للجسم، لكن أنها بعد فوائد أكثر، تحتاج الهرمونات بالجسم، تزيد المفاصل، يعني هواية هواية أمور الجسم يحتاجها، فما يصير تقطعين واحدة من أتن. ثالثة أنت تحتاجين داخلين، لكن بس مجرد تحتاجين تعرفين إيش قد أدخل من كل شيء. فمثل ما قلت لك إنه الفيديو مال شلون تحسب غذائك، هذا فهمتني شلون تحسبي وشلون تقسميهن على ثلاث أمور. تحس إنه هيجي لنعرف أكثر، مو تحسين نفسك إنه أنت أقرب لجسمك المثالي. تمام، خلينا نكمل. فعد من ضبطتي هالأمور هاي كليتهن، انت عاد راح تبدين تتمرنين الكارديو والتمرين مالتك والغذاء مالتك تضبطيه ويا الوقت. اهم شيء الوقت، ضروري تعرفين انه هذا الشيء طول سنين، مو قصدي انه احبطك وتريدين نتائج سريعه، صدقيني ماكو فد شيء يسرع النتائج حتى تحصلين هذا الجسم المثالي اللي ممكن انه الناس بعلي وتقول هاي شنو يخبل. هذا الشيء يحتاج تعب ووقت وجهد، فاصبري له ونطي الوقت والتعب اللي يستحقه. بعد هسه خلصنا كل هاي الامور، اكو كم شغله بنهايه الفيديو اريد احكيها، واللي هي بعض الخرافات او بعض الاسئله الشائعه وبعض المصطلحات اللي البنات دائما يقولوها او يصدقون بها. يعني بشكل عام اريد ندمر فد كم خرافه معينه. اول وحده واللي هي تحرقين دهن بمنطقه معينه، تمرن تمارين بطن على مود كرش يروح، اتمرن تمارين مال الذراع على مود هاي المنطقه هنا تروح، لو تمارين للارداف، لو تمارين ماكو اي تمرين يحرق دهن بمنطقه معينه. احنا قلنا الدهن هي مخزون للطاقه، من تقل نسبه الدهون بجسمك كليته يقل. انا ما اريد اضعف، اريد بس على المنطقه انه تضعف جسم كليته زين، لا جسم مش كليته زين. اذا تشوفين في المنطقه نسبه الدهون بها زايده، معناته نسبه الدهون بجسمك كليته زايده، لكن هاي المنطقه تبين بها اكثر. ليش؟ لان طبيعه جسمك هذا انه جسمك خزن بهاي المنطقه اكثر. اذا هاي المنطقه تزيد احنا معناته الجسم كليته عنده بيه نسبه دهون، لكن هاي المنطقه هو يخزن بها اكثر وبالتالي تبين اكثر. فما تقدرين تضعفين بس منطقه معينه. شغله ثانيه واللي هي تمارين الشد، ماكو فد شيء اسمه شد. عضله مو حبل حتى تشديها، الجسم المشدود هو جسم بي عضلات نسبه دهون قليله، فش تبين؟ تبين منطقه مشدوده. لكن بالحقيقه اكو تمارين تشد، لا كل التمارين هي تخلي حافز على العضله حتى تكبر حتى تدني، وبالتالي تبين المنطقه حلوه. شغله ثالثه واللي هي انا اريد اتمرن بس مؤخره، يعني ما عندي مشكله الجسم كله تزين، بس اريد البطن ما تتضعف، اريد بس المؤخره تكبر، اريد بس ما اعرف شنو، لا تسوون هذا الشيء ما راح تشوفين نتائجك. لازم تتمرنين جسمك كليته، انا حاكيها هوايه. اذا تمرنين بس مؤخره هذا مو فد حافز او دافع كافي يجبر الجسم انه يتغير ويبني عضلات. لازم تتمرنين جسمك كليته، كل العضلات، اكتاف، ظهر، صدر، ذراع، مؤخره، رجل، رجل اماميه، رجل خلفيه، كل الجسم تحتاجين تتمرني. إذا تريدين ركزي على الشغلة اللي تبيها تكبر أكثر، بس ضروري تتمرنين جسمك كله. وهذا اللي قصدت عنه، إنه مثلا نين تقول أني جسم الفوق عندي أضعف من الجسم الجوا، كل اللي يحتاجين تسوي إنه تتمرنين جسمك كله، بس الفوق مثلا راح تتمرني خلينا نقول مرتين بالأسبوع أو ثلاث مرات بالأسبوع، بينما الجسم الأسفل راح تتمرنين مرة حتى توازنين بين هذا وبين هذا. هذا مو هذا اللي كان عندي في هذا الفيديو، أدري كان طويل لكن أحس إنه يستحق، يستحق أني هو احكي بس عم تعرفون المعلومات كلها. سوي لايك، سوي سبسكرايب اذا انت متابعه جديده، سوي اشياء للفيديو حتى كل يستفاد. ونشوفكم ان شاء الله وين، نشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.